أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع حلقة جديدة من الأقلية العظمى نلتقي. أهلا بكم مع البرنامج الذي أتمنى أن يكون موضحا مبينا موجها لنا في تربيتنا لأبنائنا وأولادنا وتعاملاتنا مع بعض، وأسلوب التفاعل بيننا وبينهم، وأسلوب التوجيه بيننا وبينهم. وده موضوع في غاية الأهمية وغاية الخطورة، لأن هو بيتعلق بمستقبل أمة كبيرة أوي، وأمة يعني محتاجة تنهض ويشملها كثير من الإصلاح في سبيل إن احنا نصل لما كان عليه الأوائل. الحلقة اللي فاتت اتكلمت على في نهايتها على النمو الجسدي عند المراهقين، وكنا وعدنا ان احنا هنتكلم النهاردة شوية على كيفية ان احنا نوجه المراهق والمراهقة في عملية البلوغ وعملية النمو الجسدي اللي موجودة. لكن قبل ما نتكلم على مرحلة البلوغ، هنتكلم على مرحلة قبل البلوغ وقبل قبل البلوغ كمان، اللي هي الأعمار السنية اللي بيبقى فيها عند الأولاد حب استطلاع، حب استطلاع لجسدهم والأجساد الآخرين من نفس النوع أو النوع المختلف. فبيبقى في حب استطلاع عند نسبة من الأولاد وعند نسبة من البنات، وبتبقى النسبة دي نسبة طبيعية جدا لأنها بتمثل حب استطلاع فقط لا غير بالنسبة للأولاد. وكلمة حب استطلاع نقطة وآخر السطر، لا تتعدى أكتر من كده، يعني ملهاش علاقة بهرمونات البلوغ، ولا ملهاش علاقة بهرمونات الذكورة ولا الأنوثة ولا غيره. دي مسألة بتبقى حب استطلاع عند الأولاد اللي بيستمر فيها شوية بزيادة، وبيبقى مستمر بشكل يعني مزمن. بيبقى الأطفال اللي هم مندفعين شوية، حركيين شوية، اللي العادات عندهم عامة، كل العادات مش بس العادة دي، بتبقى مستمرة عندهم بشكل أطول من الأطفال العاديين. وبنعتبر الاستكشاف ده عادة من العادات، زي بالظبط قرقط الضوافر أو مص الصوابع، الاتنين بيبقوا شبه بعض جدا، بيبقوا شبه بعض جدا، دي شبه دي شبه دي شبه دي شبه دي شبه دي، مفيش اختلاف بينهم وبين بعض. فمفيش داعي ان احنا نقلق، ومفيش داعي ان احنا نخاف، ومفيش داعي ان احنا نترعب. اما بيبقى في بعض حب الاستطلاع عند الاولاد بعضهم وبعض. في نقطة مهمة كمان بتيجي وبتسئل فيها كتير، قبل ما نتكلم فيها هناخد الاتصال الأول النهاردة. وليد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اتفضل، انت على الهوا. هلو. اتفضل. يا دكتور، كان عندي طفل صغير فعنيف جدا. وطي التلفزيون لو سمحت. الو الو. طيب معلش خط معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. معلش يا دكتور، انا كان معايا عندي ولد عنده 6 سنين. ايوه. وبيعاني من فرط الحركه. ايوه فهمت. ودلوقتي انا رحت لدكتور نفسي وعطاني اللي هو اللاموترين. ايوه. طيب انا دلوقتي كنت ماشي عليه كويس، بس كان بيحصل مثلا مشاكل دراسيه ولا حاجه مثلا، فكنت بوقفه وما كنتش لاقي نتيجه. ايوه. ومش عارفه اعمل ايه. هو بيضرب، عنده اخ اصغر منه على طول، يعني مفيش بياناتهم سنه ونص كده، وبيضرب بطريقه وحشه على طول. ايوه. ودايما كده يبقى عنيف وعصبي، ومش عارفه اتصرف معاه ازاي. ايوه حاضر حاضر حاضر. وعندي برضو الولد اللي اصغر منه، يعني بدا يبص له ويعمل زيه. ده طبيعي، ده امر طبيعي. طالما انا عندي طفل حركي يبقى هيبقى الاطفال اللي اصغر منه شبهه شوية في طريقة الحركة بتاعته. طيب يا دكتور، انا والله مش عارفة، هو صراحة تعبني خالص ومش عارفة اتعامل معاه ازاي، يعني جايب لي مشاكل كتير جدا، يعني في المدرسة من
في المدرسة، في المدرسة المشاكل شكلها ايه في المدرسة؟ في يعني مثلا يضرب اللي جنبه، يبقى مشتت ذهنيا، يعني المدرسة تشتكي منه خطه مش حلو. طب مع بس اصحابه كويس؟ علاقاته كويسة؟ ماشي كويس، بس يعني ايه ودايما بيخاف، يعني مثلا يكون عامل المشكلة يخاف يقول لي على الحقيقة اللي حصلت، بيتوهني كده، يعني مثلا يقعد يجيب لي حاجات كده ويشتتني انا ذات نفسي، انا مش عارفه ابقى اعمل ايه، مش عارفه المشكله بيبقى اساسها فين، لحد ما يتضح في الاخر ان هو اللي غلطان. بس فمش عارفه، مش عارفه اعمل ايه. هوجه حضرتك. حاضر، هوجه حاضر حضرتك. حاضر، ناخد اتصال، اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دكتور ياسر معايا. ايوه فندم، اتفضلي. انا بس كانت عندي سؤالين لو سمحت. بنتي عندها خوف شديد قوي، يعني ممكن لو انا قاعده جنبها واي صوت بسيط يعني يحصل جنبها الاقيها يعني بتتصرف تصرف غريب، يعني انا جنبها وقت النور متقاد وكده، يعني ده يعني ايه كتير قوي الخوف بالذات، يعني عندها مش ان كام انا سنة؟ تبقى عندها سنتين وشويه. سنتين وشوية. وهي كمان، بس معلش في سؤال تاني، احنا عندنا كنت هدخلها الحضانه أيوة ولسه ما دخلتهاش، يعني بس في فصل ان هي تقعد بس فيه مثلا ممكن تشوف اصحابها وتلعب، وفي فصل تاني ان هم هيقعدوا يعلموها، بس هو الفصل ده يعني من سنتين ونص، وانا بنتي يعني ممتازه في حاجه ان هي ايه ممكن تقول جمل دلوقتي، يعني رغم ان هي سنتين هايل، بس تقول كويس جمل. كويس. انا دخلها مثلا الفصل ده، بس الفصل ده بداوا يمسكوا القلم، يعني كمنه من سنتين ونص مثلا لثلاثه بيمسكوا ونص. القلم من سنتين ونص. لا يعني مثلا بتخليهم تلون، يتلخبطوا. تلون مثلا. تلون. فاهمين. لكن انا دلوقتي بقى ادخلها الفصل ده ولا ادخلها الفصل اللي هو ممكن يبقى اقل منها شويه؟ حاضر حاضر ماشي، شكرا حاضر، جزيلا لحضرتك، شكرا ربنا يبارك فيك. شكرا شكرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عبد السلام الله عليكم. ايوه يا دكتور، اتفضل. انا ابني عنده سنتين وثلاث شهور ايوه ودايما بيكسر حاجته، يعني ما فيش لعبه بتقعد معاه نهائي، ايوه ودايما كده تحس اللي هو مش يعني عايز يلعب، نظام يعني مشاكل، يضرب ويكسر ويعمل، يعني مش عارف ليه، وما بيسمعش الكلام يعني، ايوه. وعنده حته العند دي شديده شويه. والعند جديد. ده اول ولادك ولا ده اول ولد، اول ولد والوحيد، يعني لغايه دلوقتي. والوحيد كمان؟ في اهتمام بيه زيادة شوية؟ ايه، في اهتمام على اعتبار انه وحيد؟ ايوه يعني انا بهتم بيه، بس انا يعني اغلبية الوقت مش موجود معاه، والدتي اللي موجودة معاه، بس انا لما بقعد معاه ساعتين ولا حاجة بس ببقى يعني مش عايز اخليه يبقى نفسه في حاجة يعني. بس خليها المسألة متوازنة، يعني بيبقى صعب عليا شوية. العاطفة بقى نعمل ايه؟ ما انا اصلا اغلبيه الوقت يا اما ممكن اطلع من الساعه 6 الصبح للشغل، وممكن ما اجيش الا اخر النهار، يعني ممكن اجي الساعه 12 بالليل الاقيه مش موجود، الاقيه نايم. فدي من بعض الحاجات اللي انا ببقى مشتاق له، يعني انا اقعد معاه وكده. ما فيش مشكله تلعب معاه وتشتاق له زي ما انت عاوز، بس مش كل ما يطلب يجاب. يعني لازم الواحد يبقى معاه في حديه. لا مش بحده، لا مش كل ما يطلب يجاب، دي واحده، دي اساسيه، بس عشان نبقى عارفين ان مش كل متطلبات الاطفال بنقول لهم هنجيبها لكم. الحاجه الثانيه ان يبقى في نظام بقى، يعني اذا كان بيكسر اللعب لازم يفهم بقى دلوقتي ان هو بيكسر اللعب، يبقى مش اي شويه كل شويه اجيب له لعبه. فدي نقطه، لانه كده هيستسهل المساله ومش هيتعلم ازاي يعرف يلعب. الاولاد حركي شويه، ابنك واضح انه حركي يعني. بصراحة ما يعني شديد الحركة، وبعدين عنيد جدا، يعني حاجة تقول له على يمين يقول لك لا شمال، هي شمال شمال. حاضر حاضر، دي مشكلته يعني. حاضر من عينيا. حاضر حاضر ماشي، شكرا. حاضر من عينيا. شكرا شكرا. طيب دلوقتي عندنا مجموعة من الأسئلة. احنا اللي موجود الطفل الحركي، الام اللي كانت بتسال على الطفل الحركي وبتتكلم على ابنها كثير المشاكل،
في المدرسة شويتين، في البيت حبتين، مع أخوه حبتين، مشتت مش مركز، طفل حركي، راحت لدكتور واداها علاج. والمفروض إن احنا كالآتي: طالما الطفل شخص فرط حركة مع قلة انتباه، من فضل حضرتك تلتزمي مع الدكتور ما تديش الدواء في بعض أوقات وتقطعيه في الوقت ده. الأطفال المفرطين في الحركة من الطبيعي إنهم يلعبوا رياضة من الرياضات، نقلل الدهون والحلويات ليهم قدر المستطاع، بنودي الدكتور عشان يشخص التشخيص بتاعه، وبعد كده لو كتب لنا علاج لابد من مراجعة العلاج اللي موجود مع الدكتور. ما جابش نتيجة بنرجع للدكتور ونطلب منه: لو سمحت بعد إذنك العلاج ده ما جابش نتائج، ممكن علاج بديل يجيب لي نتائج عشان المستوى الدراسي بتاع الولد ما يتأثرش في فرط الحركة مع قلة الانتباه، وعشان حاجات كتيرة جدا في سلوكه محتاجة تعديل. وزي ما انت قلتي، أخوه الصغير بدأ يتأثر بالسلوك بتاعه وبأسلوبه وبطريقته وبتعاملاته. نيجي للسؤال اللي بعده. أم روضة كانت بتسأل على طفلة عندها سنتين وشوية بتتفزز. أولا، في احتمالات كتيرة جدا لعملية التفزيزة دي، منها إن البنوتة اندماجها الاجتماعي لسه مش قوي، ممكن أكون أنا كأم من النوع اللي ممكن أكون خوافة، ممكن أكون أنا في النمو بتاع الجهاز العصبي طبيعي إن المراكز بتاعتي بتاعت استقبال الصدمة عندي فيها ضعف، يبقى الأساس بقى في الموضوع إنها تختلط اجتماعيا، اللي هي فكرة الحضانة. وما تروح حضانة، أولا هي عندها سنتين وشوية، دول يقوموا يلعبوا يتنططوا يجروا معظم الوقت، ده بداية. بعد ما يلعبوا ويشربوا اللعب ويبتدوا شهر واتنين وتلاتة في الحضانة، نبتدي بعد كده ندخلهم فصل عشان يلونوا ويرسموا. لكن من البداية هتدخلي بنوتك الصغيرة اللي الأصل فيها من سنتين لأربعة لعب وتنطيط إلى فصل عشان يرسموا ويلونوا بس؟ لا، احنا محتاجين يلعبوا ويتنططوا ويطلع الطاقة بتاعته، ويبقى أفضل بالنسبة لها ده عن ما إن حضرتك توديها لحتة تانية. نيجي بقى للطفل التاني اللي هو عبارة عن سنتين وثلاث أشهر، لعبد الله اللي سأل بابا عليه. أولا احنا عاوزين نقول حاجة مهمة بس عشان نبقى مركزين واحنا بنتكلم. مهم قوي، مهم قوي ان انا افهم ان ابني ذكي، ابني عنده قدرة ذهنية عالية، وبالتالي انا بشوف ايه المسموح بيه واستغله، واشوف ايه غير المسموح بيه واتجنبه. انت كبابا واضح انك عاطفي وعواطفك حاضرة، متقدرش تمسك نفسك، وبالتالي بتوفر له كل الامكانيات الممكنة. والولد واضح انه بدأ يبقى عنيد، واضح ان والدته العكس فبتوجه اكتر، فهو الولد دلوقتي بقى فيه حد بيدي وحد بيمنع، حد بيشد وحد بيرخي. طب انا هيوصل لي الصح من الغلط ازاي؟ فدي نقطة أساسية موجودة، إن مش كل ما يعطى للولد يتجاب. الحاجة التانية، إذا كانت ماما قايلة لأ على حاجات، يبقى بابا يقول لأ على حاجات عشان الأمور تنتظم وتبقى مستوية ويبقى ما فيهاش مشكلة من المشاكل اللي موجودة. في سؤال كمان مهم جدا، إن الولد ده محتاج يروح حضانة لأنه طاقة محتاجة تخرج في الجري واللعب والتنطيط. فكرة إن هو بيكسر اللعب والكلام ده عنف، والعنف ده ناتج عن عدم الطاعة، والعصبية نتيجة للحركة، يبقى الحركة لازم تتفرغ، يبقى يخش حضانة، يبقى يجري في الحضانة، يلعب في الحضانة، يتنطط في الحضانة، وتقلل الحلويات والدهون قدر المستطاع من أكله عشان تخف درجة الحدة بتاعته. كده يبقى الأسئلة كلها اللي جات لنا في الحلقة لحد دلوقتي تجاوب عليها. نكمل بقى موضوعنا. احنا بنتكلم على النمو الجسدي والبلوغ عند الأولاد اللي في سن المراهقة، واتكلمنا على السن اللي قبل المراهقة، السن الصغير اللي بيبقى فيه اهتمامات
جسدية موجودة عند الأولاد سواء كان نفس النوع أو النوع الآخر، وده موجود وبيحصل، ومن المفترض إن احنا ما نشدش وما نقولش حلة ولا حرمة، احنا بنتكلم في الصح والغلط والمفروض ومش المفروض، خصوصا السن أقل من 6 سنوات، وبالتالي السن بتاع الحلال والحرام أكبر شوية من السن ده عشان يستوعبه الطفل. الحاجة التانية قلنا إن دي عادة من العادات زي بقية العادات المختلفة، زي مص الصوابع وقرقات الضوافر وغيرها من العادات المختلفة اللي عند الأطفال، يبقى باخد الموضوع ببسيط. جينا تاني لنقطة اسمها نقطة التحرش بالأولاد، الأولاد ما يتحرشوا مع بعض الأكبر والأصغر. يا اخوانا مش كل التحرشات يعني اعتداءات، ومش كل الملامسات يبقى ده اعتداءات، ناخد بالنا من النقط دي عشان بنتسرع على ابننا وبنتسرع ونسرعه ونخوفه ونقلقه نتيجة لانه حصل حاجة زي كده. الاطفال تحت سن 10 سنوات و12 سنة ما بيبقاش الموضوع مضر جسديا بالنسبة للأطفال في النقطة التحرش، لأن المشكلة الرئيسية بتاعت الموضوع إنها بتبقى ملامسة فقط. يبقى ممكن نحط بقى ثواب، ممكن نحط عقاب، ممكن نحط صح، ممكن نحط غلط، ممكن نبعد الأولاد اللي بيلعبوا مع بعض ونشوف الدنيا ماشية إزاي. وناخد اتصال آخر. أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، معايا يعني 3 اولاد، سن الكبير 17 سنة و 15 سنة و 12 سنة. ده كلهم اولاد؟ اولاد. اي ذكور يعني. بس حضرتك يعني برضه زي ما انت بتقول كده، فترة المراهقة دي صعبة جدا. مسألة الحرام والحلال. صح. بس فحابين مثلا يخرجوا مع اصحابهم، فدايما ببقى خايفه من الاختلاط اللي بره وكده. ايوه. فانا لما بشيد الجو يعني فبحس ان هم بيكتئبوا او بيحس ان هم قليلين خالص قدام اصحابهم وقدام الناس اللي حواليهم. ايوه. خايفه ان انا اسيبهم بره، ان هم يعني يروحوا مع اصحابهم يتفسحوا هنا وهنا، خايفه ان هم يعني يمشوا في طريق غلط وكده. ايوه. فدايما اقول لهم مثلا اللي يعمل غلط ربنا رقيبك. ما تعملش غلط عشان ربنا شايفك، من يعني مش انا مش شايفاك او بابا مش شايفك، ربنا سبحانه وتعالى شايفك. فبحس العيال لما بتيجي تروح مثلا مشوار او حتى لو مع اصحابهم واقفين تحت البيت، بحس انه بيبص كده عليهم فوق ان انا شايفاهم ولا لا. بس ده طبيعي يعني، ده طبيعي. بس خايفه يعني يكون عندهم عدم ثقه في ان انا لما مراقباهم على طول يعني. لو اتاخر في الدرس بعد الدرس بساعه اتصل بيه اقول لها انت فين انت، فالعيال بتقول انت هو انت على طول كل ما بتتصل بني بفرج قدام اصحابنا نحن وانت على طول اتصالات بينا. مش عارفه اعمل ايه. خايفه عليهم انت خالص يعني، انت هديك شايف المجتمع اللي بره والعيال في صعوبه فعلا، بس لازم يبقى متوازنين ما بين الخوف الزياده والثقه. ايوه يعني لازم يبقى في توازن. فما يبقاش في كلامنا كتير عمليات يعني الأسئلة الكتيرة نكلم مثلا نتكلم ونقول مثلا ده ما ينفعش، ده يصح، ده ما يصحش، ما نكترش. في مثلا صاحبه بيعمل خطأ أو بيكذب على أمه كده، فبيجي يقول لي يا ماما صاحبي كذا كذا بيكذب وبيروح مشوار، بيبقى رايح الدرس مثلا وبيروح مشوار تاني. طب يعني معنى كده ان ولادك صادقين معاكي وبيحكوا لي؟ بيقولوا لي. طيب. فانا ساعات بيجيني تخوف وبقول له انا خايف يكون انت عملت كده يعني. لا كده انت دخلت في منطقه الشك. فدايما دايما بتشك فينا انت كده. يعني مش عايزين يقولوا لي ان بعد كده على اي حاجه. لا يا ام احمد. لا يا ام احمد، لا لازم ندي الثقة للأولاد. أولادك واضح إن هم بسم الله ما شاء الله يعني جيدين، وفي نفس الوقت ما بيعملوش حاجة غلط، وكونهم إنهم بيبصوا لك في البلكونة ساعة تكوني واقفة ولا مش واقفة، ده معناه إنهم بيحسبوا لك ألف حساب. أيوه. ومعنى إنهم صادقين بيقولوا الأسرار بتاعت أصحابهم في بعض أوقات ليكي، ده معناهم إنهم صادقين. معنى كده ان نديهم الامان ونديهم الثقه، وفي نفس الوقت بنراقب بس ما نشككش. الشك وحش.
الشك وحش. هي حته الشك هي اللي مضايقاني يا دكتور، انا مش عارف. لا الشك ده وحش، نبطله بقى، نبطله. ربنا يكرمك ان شاء الله. ناخد الاتصال التاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم اتفضلي. من فضلك انا عندي طفله عندها 10 سنين. ايوه الو اتفضلي كملي. الطفله ديت عناديه جدا وتغلط وتكذب وتيجي تواجه حاسبها وكده تقول لي بتحلف وتقول لي لا والله انا ما اعرفش، نفس الوقت دايما انها ممكن ما تذاكرش، ممكن تضايق اخواتها، هي ومش اجي احاسبها او اعاقبها. طبعا ما فيش حساب. ام احمد بس صوت حضرتك مش واضح، صوت حضرتك مش واضح. بقول لحضرتك كمان هي عندها ان لما بتيجي تنام بالليل بتعمل حمام على نفسها تبول لا ارادي. ايوه. وانا مش عارفه اعالج الحته دي عندها، وديتها قبل كده للدكتور، عملت لها اشعه وعملت لها طلعت سليمه. لا ما هي دي هتحتاج حاضر. طيب هي مستواها الدراسي عامل ازاي؟ لا هي مستواها الدراسي ابتدى يقل، كان الاول بدأ كويس يقل، دلوقتي ابتدى تركيزها بدأ يقل، تركيز بدأ يقل، وفي نفس الوقت بقت تفكر في حاجات كتيرة حواليها. زي يعني ممكن تفكر في اصحابها، في اللي عند اصحابها، في مشاكل ممكن في البيت. الجو بتاع البيت فيه شوية مشاكل، ضغط، عصبية، نرفزة. ده مهم ان تقولي لنا عشان بس ان اقول لحضرتك الحل ايه. حاضر. البنوتة دي بالرغم من كل العيوب اللي فيها حساسة بتتأثر؟ لا دلوقتي لا. كانت قبل كده؟ كانت قبل كده لكن دلوقتي لا. يعني ممكن تغلط، كانت الاول تعيط تبكي تعتذر، دلوقتي لا. ممكن تغلط عادي مش مشكلة. بقت باردة يعني، ما بقتش زي الاول. حاضر، انا هقول لحضرتك الحل ايه بقدر المستطاع يعني. حاضر حاضر. طبعا مهم قوي سن المراهقة اللي كانت ام احمد كانت بتسأل عليه، سن 17 و15 و12. الاولاد واضح انهم جيدين مطيعين لوالدتهم، بيبلغوها بكل حاجة، بيعرفوها كل شيء، لكن الام شكاكة. الشك ده شيء سيء جدا وسلبي جدا، ويحسسني بالشعور بالذنب وبان انا غلطان وان انا مش ماشي صح وان انا حاجات كتير قوي. عشان كده مطلوب ان احنا ناخد حذرنا على اولادنا، ونخاف من الاصدقاء، ونخاف من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ونخاف من حاجات سلبية كتير، لكن ما يوصلش لدرجة الشك. ما يجيش ابني يبقى صادق وبيتكلم معايا بصدق وبامانة ان صاحبي بيعمل كذا وصاحبي بيعمل كذا، الله ده انت ممكن تكون انت اللي عملت ده وبتحكي لي على اساس ان لسان صاحبك. طبعا دي مسألة في منتهى الخطورة ومنتهى الصعوبة، ودي بتؤدي لمشاكل كتيرة جدا. أولادك اديهم ثقة، حط لهم نظام ثواب وعقاب، حط لهم نظام ايه اللي يعملوه ايه اللي ما يعملوهوش، ويمشوا بعد كده عليه، وراقبيهم المراقبة العادية. لكن حتة انك انت تبتدي تشكي دي مسألة لا مرفوضة تماما. نيجي للطفلة اللي عندها 10 سنوات وبتغلط كتير وبتكذب ومستواها الدراسي بدأ يقل وتركيزها بدأ يقل وبتعمل مشاكل في البيت وعندها تبول لا إرادي. كانت حساسة في الفترة الأولانية من حياتها، بعد كده بدأت باردة في ردود أفعالها. طب نفهم الحالة دي إزاي؟ أولا البنوتة دي غير مستقرة نفسيا. ليه غير مستقرة نفسيا؟ لأن الجو المحيط بيها غير مستقر. يعني هتلاقي فيه عصبية في البيت، هتلاقي فيه نرفزة في البيت، هتلاقي فيه أوامر في البيت، هتلاقي فيه قواعد في البيت، هتلاقي فيه نقد كتير في البيت. الحاجات دي كلها لازم تتشال، لازم نعمل نظام، ونظام واضح إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش وإيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش. لكن ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال وباي شكل من الاشكال ان يبقى الجو عصبي ومشحون، او نبقى حادين مع البنت دي. الحاجة التانية نحط نظام ثواب وعقاب بعيدا عن البستفة والتهزيق، بعيدا عن الضرب كمان، بعيدا عن الاذلال او التحقير. النقطة الرابعة المهمة لازم تتعالج من التبول اللا ارادي. يا اخوانا التبول اللا ارادي اي طفل
بعد سن الخمس سنين بيعتبر بيتبول تبول لا إرادي حالة مرضية محتاجة علاج. احنا عادة بنقول ان الحالة المرضية دي ممكن يكون شق عضوي، وده في 1% من الأسباب، و99% نفسي. يعني نفسي تروح لدكتور أمراض نفسية عشان تتعالج من التبول لا إرادي. العضوي هتروح للدكتور بتاع الايه العضوي اللي هو المسالك، او دكتور البطنة عشان تتعالج من الحاجات العضوية المسببة التبول اللا إرادي. لكن معنى تبول لا إرادي معناه ان طفلة غير مستقرة نفسيا محتاجة علاج، هذا العلاج عشان تخفيف نظام النوم بتاعها وتعديله عشان تقدر تصحى بالليل تخش الحمام زي بقية الأولاد الآخرين المختلفين. والأدوية كتيرة ومتنوعة، بس لازم نمشي على علاج ثابت فترة طويلة من الزمن. البنت عندها 10 سنين وقريب هتبلغ، وفي نفس الوقت بتعمل على نفسها، الثقة بالنفس عندها متدنية، وبالتالي هتعمل مشاكل كتير في البيت، وبالتالي انت داخلة دايرة مغلقة. نعمل النقاط اللي اتفقنا عليها ونشوف بعد كده الوضع هيبقى واصل لإيه وواصلين لإيه عشان نقدر نوصل للمعدلات الطبيعية بتاعة الأولاد. نرجع تاني لموضوع حلقتنا اللي بنتكلم فيه على المراهقة، وبنتكلم فيه على السن بتاع المراهقين. امتى ابتدي اكلم ابني على النضج الجسدي بتاعه؟ امتى اتكلم مع ابني على الفترة دي؟ هل اما يبلغ ولا قبل البلوغ؟ اولا بنبتدي نتكلم مع الاولاد عادة اما بتظهر تغيرات جسدية. ايه التغيرات الجسدية دي؟ الشارب يبتدي يظهر، الصوت يبتدي يخشن، الشعر يبتدي يظهر في بعض المناطق. يبقى انا دلوقتي ابني مستعد ان هو هيخش المرحلة اللي بعديها، مرحلة البلوغ. يبقى لازم اتكلم معاه ان التغيرات الجسدية دي انت بتتحضر فيها لأكتر من 3 حاجات. نمرة 1، بتتحضر انك تبقى راجل ومسؤول، والراجل معناه انه مسؤول متحمل مسؤولية. يبقى راجل يبقى في سلوكه، في اسلوبه، في طريقته، في تعاملاته، مش تغيرات جسدية كده عمال على بطال. الحاجة التانية بنتكلم على ان هو هيخش في مرحلة البلوغ، ومرحلة البلوغ معناها عاوزين نتكلم في الطهارة، والطهارة دي بيبقى احكامها ايه وراحة فين وجاية منين. والنقطة التالتة بانك انت لازم تبقى عندك معلومة كافية لأولادك عشان تقدر تجاوب على الأسئلة بتاعتهم مباشرة بشكل سلس وبشكل مضمون. نكمل الأسئلة اللي معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. حضرتك يا دكتور، لو سمحت عندي سؤال بس. اتفضلي. لو سمحت، انا ابني عبد الرحمن عنده 1 سنة وشهر، كنت اتصلت على حضرتك وهو لسه عنده 6 شهور، وقلت لك ان هو عنده مشاكل مش بينتبه، وقلت له لازم تروحي ترجعي لدكتور مخ واعصاب. ايوه. فانا رحت لدكتور مخ واعصاب فعلا، وماشيه معاه بقالي 6 شهور، وهو فعلا كان عنده يعني حجم المخ صغير عن الطبيعي بسبب مشاكل يعني في الحمل كده. هو ده لحد دلوقتي لسه ما بيقعدش وبياخد ادويه وكده، بس المشكله دلوقتي ان انا يعني مش عارفه اتعامل ازاي معاه، فمأثر نفسيا عليا. كل ما اروح اكشف على حاجه معينه بيطلع لي مشكله تانية، يعني حوالينا على دكتور عيون عشان عنده كسر نظر، دكتور بعد كده رحت مسالك بوليه عنده مشكله، بعد كده رحت اكشف فعنده حساسيه، بعد كده الدكتور قال لي روح عنف اذن وحنجره في عنده مشكله، بعد كده عندي مشكله في رجليه برضه. كل لما اطلع من مشكله انحط في مشكله ثانيه، فمش عارف. فهم بيقول لي ساعديه مثلا، حط حد قدام عشان تخليه ينتبه، التفت انتباهه باي حاجه مختلفه. هو ما فيش اي خالص بالنسبه للحاجات دي. هو دلوقتي يعني اتحسن عن الاول كتير الحمد لله، بدا يعرفني، بدا ينتبه شويه، بقى انتبه شوية وكده، بس بالنسبة لسنه يعني حركاته لسه كأنه عنده أقل هيبقى أقل الفترة، هيبقى أقل يعني الفترة. مش يعني أنا أتعامل معاه إزاي؟ يعني أنا نفسيا مش عارفة، هم عمالين يقولوا كده طبيعي، طب أنا مش عارفة أعمل أخد أنهي خطوة. لا بص، يعني هقول لك حاجة يا أم عبد الرحمن. بص يا ستي، هو هيبقى عبد الرحمن متأخر شوية عن أقرانه، يعني مش هيوصل للمعدل الطبيعي إلا بعد فترة طويلة من الزمن، قد تمتد 2 أو 3. خلاص، وبالتالي هو هيمشي متأخر وهيتكلم متأخر، فأنت لازم تحضري نفسك لكده. يعني مش معنى أنك أنت ابتديت العلاج من 6 أشهر وده معاد بدري شوية خلاص، أنه هيتكلم في معاده أو يمشي في معاده.
الحاجات دي هتتأخر، فلازم تعدي نفسك إعداد طبيعي بإن طبيعي إنه يتأخر في الكلام أو في المشي أو في المهارات الطبيعية بتاعت الأولاد. مش معنى كده إنك أنت في العلاج كده غلط، لا بالعكس، ده العلاج كده ماشي صح، ونمو الجهاز العصبي طبيعته كده بتتأخر كتير. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. شكرا شكرا. طيب بعد كده هنتكلم على المراهقين. المراهقين بعد كده بعد مرحلة البلوغ احنا بنتكلم مع الأولاد مش بشكل غرائزي، احنا بنتكلم مع الأولاد وكأنه درس عملي علوم، وبتكلم معاه وانا جايب الرسومات بتاعتي وبقول له إن البلوغ معناه انك انت بيبقى فيه حيوانات منويه، والحيوانات المنويه دي بت 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 بتنتج انتاج محدد، والانتاج ده كل ما يزيد بيحدث نوع من انواع الاحتلام بالليل، ومعنى الاحتلام معناه انك انت محتاج اغتسال، والاغتسال احكامه كذا وكذا 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 وكذا. مهم اقول المعلومات دي؟ اه مهم اقول المعلومات دي. ليه مهم اقول المعلومات دي؟ لانه هيعرفها من صاحبه، هيعرفها من قريب ليه، هيعرفها من التلفزيون مثلا، هيعرفها من فيديو من الفيديوهات، وبالتالي انا عاوز ابقى انا المصدر الاساسي الوحيد لمساله التعامل مع المراهق. عاوز اكون انا اللي بيتكلم معايا المراهق بأريحيه، عشان كده المفروض الاب يبقى مسؤول عن ابنه ويقول له ويوجهه ويقول له 1 2 3 4. اما بتبتدي الاعراض الثانويه للبلوغ، وبعد كده اما يحصل موضوع البلوغ. مهم جدا ان الام تتكلم مع بنتها في مساله الطهاره والنظافه والاغتسال وغيرها من الامور اللي موجوده، ولازم تربطه ما بين البلوغ وما بين الرجوله. الرجوله معنى بمعنى السلوك والمسلك بتاعك، وهيبقى فيه رجوله، تحمل مسؤوليه، اعتماد على النفس، هتبقى متولي مسؤوليات، هتبقى كبير في افعالك، مش هتبقى صغير في ردود افعالك، وبالتالي بنتكلم بهذا المضمون. مهم محدش يتكسف ويجي يقول والله انا ابني بيسالني في الامور الشخصيه دي وانا بتكسف. ما ينفعش. الرسول نفسه في حد ذاته صلى الله عليه وسلم جاءه من يطلب ايه؟ الترخيص بالزنا، وقلنا الكلام ده في حلقه واثنين وثلاثه وعشره، وقلنا لكم ان الرسول لم يستحي ساعتها، وان الصحابي لم يستحي انه يطلب الطلب ده من الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه هيروح يسال مين؟ ابنك هيجي يسال مين؟ يعني ما فيش خط ساخن بنتكلم فيه والله انا نكلم اولادكم فيها ونقول لكم ازاي تقدروا تتكلموا معاهم وتتناقشوا معاهم في الاسئله المحرجه اللي ممكن تكون موجوده فيه. حتى وان وقع الولد في العاده السيئه او العاده السريه اللي موجوده، لازم يكون عندك استعداد للنقطه دي، بانه يلعب ابنك رياضه، انه تلهيه، انك تبتدي تدخله في نشاطات، انك تبتدي تتوجهه، انك انت تبتدي تفهمه، انك انت تبتدي تعلمه، انك تبتدي تقول له ايه الصح وايه الغلط وايه المفروض وايه مش المفروض. وبالتالي مطلوب قوي ان احنا نفهم ونستوعب المرحله، لان عدم استيعابنا للمرحله بيؤدي لمشاكل كبيره. الرسول استوعب طالب الزنا وما سابوش الا بعد ما ايه؟ لم يوجد الا في خير. يا سيدنا علي بن ابي طالب جه للرسول صلى الله عليه وسلم اني رجل مزاء، معنى كده ان انا كثير نقد الوضوء، طب اتصرف ازاي يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار عليه، بمعنى ان احنا المراهقين محتاجيننا جنبهم. محتاجيننا جنبهم ومعاهم. ناخد وندي معاهم، نتناقش معاهم، اما يسالوا نجاوبهم، نحاول نبقى قريبين منهم. عشان كده مهم قوي التواصل. مهم قوي التواصل مع الاولاد. مهم قوي ان احنا نبقى قريبين من الاولاد. مهم قوي ان احنا نبقى بينا خطوط تواصل بينا وبين الاولاد. ما هو مش ممكن يبقى علاقتي زفت زي ما بيقولوا بابني، ولا علاقتي زفت ببنتي، وتيجي هي هتكلمني في الاسرار دي او في المعطيات اللي موجوده دي. وما تعملوش زي حد مثلا في وقت من الاوقات جت ام من الامهات واب من الاباء بيقول لي انا كل علاقتي بابني اوامر.
يعني كل علاقتي بابني اوامر، معنى ان علاقتي بابني اوامر يبقى ما فيش لا حضن ولا طبطبه ولا كلام ولا حوار ولا نقاش ولا اخد ولا عطا. معنى كده ان العلاقه بعيده، معنى كده ان الولد ده هيمر باطوار مش هيخبر والده ولا والدته عنهم. يعني ما ينفعش يكون الوضع بيننا وبين اولادنا بالشكل ده، وما ينفعش اب يجي يعمل زي العيال الصغيره، حرنان من ابنه، زعلان من ابنه، واخد موقف من ابنه، مش هتكلم معاه. لا طبعا، المواضيع دي محتاجة انك انت تندمج اكتر وتتكلم اكتر وتتناقش اكتر وتبقى قريب من ابنك اكتر، عشان ما تسيبوش لشيطانه ولاصحابه. انتوا مدركين اللي عاوز اقوله؟ انا بتكلم على ان التواصل لابد وان يكون على اعلى درجة بينك وبين ابنك وبينك وبين بنتك، عشان يبقى التواصل ده هو الجسر اللي بيه تعبر المعلومات، ويبقى عنده استعداد انه يحكي لك. بتبقى مصيبة اما الولد يجي للام يحكي لها اصل انا حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا. الاب فين؟ دوره فين؟ كنت فين؟ يبقى في بعد بينك وبينه، يبقى العلاقة بينك وبينك مش وطيدة، العلاقة بينك وبينك مش قوية. يعني بالمعنى ده وبالمضمون ده بحاول قدر المستطاع ان احنا نبسط بعض العلوم وبعض مسائل التربية المختلفة، لأن السن ده سن أعتقد بأنه هو سن مهم، سن له أهمية وحساسية. أسيبكم دلوقتي في رعاية الله وأمنه، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.